السلام عليكم خوتي اخواتي، توجور في محلات اثاث ثقة. هذه الجمعة الثالثة بإذن الله، وهذا من فضل ربي لأن احنا في الحكومة في الجمعة على جال الناس اللي يخدموا في الإدارة، وقلتها لكم وأنا نزيد نقولها لكم، احنا فتحوا على جالكم بإذن الله. اثاث ثقة تفتح من 8:30 حتى 12:30، ومن الزوج تحشية حتى 8 حتى الحجر الصحي. حنا رانا في خدمتكم، وزيد نقول لكم اللي درت لكم لي بروموسيون تاع لي صالون، وجونا بالكود NDC ديجا خاوتنا واحد عيط لنا من بلاد قبايل، انا بعثنا له واحد وراه فرح بزاف ومقوبه اللي مازالوا ان شاء الله. وخوتي واش نقول لكم، ماذا بيا جونا ان شاء الله هذه الجمعه مبروكه، وكاين ان شاء الله لي صالون تلقاهم في الراحه وتشوفوا بالراحه، وحنا رانا في خدمتكم والسلام.